عليكم والف مرحبا بكم خوتي خواتاتي ام دراكي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه ان شاء الله وانتم كتابعوا الفيديو ديالي ديال اليوم لاول مره كيتابع قناه سليمه بيوتي ما نساش الشك معايا في القناه وفعل الجرس باش كيوصلوا كل جديد ديالي واللايكات اخوتي اللايكات 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 بغيت لو ماكسيموم ديال لي لايك في هذا الفيديو راكم عارفين كيف ما كنقول لكم ديما ملي كتهضر شي شويه بالقصح كيطيحوا عليك بزاف لايكات ويطيحوا عليك المهم اخوتي تعاونوا معايا غير باللايكات ديالكم وهادشي اللي غنقول لكم دونك غندوزو للموضوع اللي بغيت نهضر معكم فيه اليوم صراحه كنهضر شويه معصبه سمحوا لي ولكن فريمون زادت كيما كيقولك زادت الطينوبه لا علاش بغيت نهضر على دوك القنوات والناس اللي ناضوا كيهاجموا حنا البانوراما وكيهاجموها وكيقولوا ليها انتي طلعتي نصابه بغيت غير نعرف انا باش نصبط عليكم حنان هذه اللي بغيت نفهم ان جاوبوني عليها في لي كومونتير فاش نصبط عليكم حنان حنا ما دارت غير الخير علاش غادي تنوضوا هاد القنوات من الكبير حتى الصغير ناضوا كيهاجموها وكيقولوا لها انتي نصبتي علينا حنا ما دارت غير الخير الا بغيتو تهاجموا هاجموا الحسن الا بغيتو تعاتبوا عاتبوا الحسن اما حنان ماشي عايشه مع الحسن ولا كانت كتعرف الحسن باش انها تتفاهم هي وياه وبغوا ينصبوا عليكم لا ديك السيده ما دارت غير الخير حاشا ولله اننا ننوضوا علاش حنايا عندنا هاد العقليه هكا شي واحد كيبغي يدير ما كتخليوش الخير ما كتخليوش اللي يدير الخير انا راه قلت لكم في الفيديو اللي كان قبل قلت لكم الحسن الا درتو شي اجر بينكم وبين الله معاه راه بينكم وبين الله يعني الا درتو نتوما واحد الاجر وتعاونتو مع داك السيد درتوه لوجه الله دونك راه الاجر ديالكم راه مقبول نتوما فين عندكم المشكل الحسن الا كذب كذب على راسو الحسن الا نصب نصب على راسو نتوما ما قصكم حتى شي حاجه يعني خلوه منو المولاه واللي بغى يعاتب يعاتب الحسن اللي بغى يقول نصب يقولها على الحسن واللي بغى يقول شي حاجه يقولها على الحسن اما حنان ما دارت والو لا حنان ولا القنوات اللي دافعوا على الحسن ولا على المبدا ديالو ولا بقى فيهم وتعاطفوا معاه ما عندهم حتى شي علاقه يعني حنان كانت غير واحد فاعله الخير تبارك الله ما شاء الله القناه ديالها زويونه عندها دي فان ديالها عندها محسنين في القناه ديالها بغات تعاون مع داك السيد بقى فيها بان ليها واحد الحاله انسانيه بغات تعاطف معاه وكانت وعداتنا في القناه ديالها اننا كل مره تبارطاجي واخا غير مره في الشهر ولا شهرين واحد الحاله انسانيه هكا نتعاونوا معاها علاش لا وكيهضروا القنوات كاملين نتوما ما بقيتوش كتخليو اللي يدير الخير ما بقيتوش كتخليو اللي يدوي في الخير ويدير شي حاجه الخير ولفتوا غير المواضيع التافهه سبحان الله العظيم مني كان واحد الموضوع انساني زوين وفرحنا وقلنا الحمد لله ما خليتوهاش تكمل ما خليتوهاش تكمل يلا نتوما عطيوني فلوسي عطيوني فلوسي عطيوني فلوسي مالكم بحال هكا مالكم شاد ما عمرنا ما غنتقدموا شي الا كنا غير حنا ما عمرنا ما غنتقدموا والله العظيم ما عمرنا ما غنتقدموا وانا كنت عارفه بلي غادي تجي شي حاجه من مورا الموضوع ديال الحسن وغادي تعاود تقلب ضده والله ملي شفت القنوات اللي بداو كيقول لك من الديبار باقي الحسن يلاه كيجمع الفلوس كيقول لك عطيوني فلوسي مابقيتش انا باغا ماشي عطيوني فلوسي ولكن بحال كيمنوا كيمنوا على الحسن بداك الفلوس اللي تعاونوا معاه به لان ما تذكرش الاسم ديالهم في القنوات ولا حيتاش ولا حيتاش راه حشومه اخوتي حشومه هادشي اللي زعما وقع الحسن انا ما نقدرش نقول الحسن نصب ولا ما نصبش لانني ماشي ما كنتش معاه ما نقدرش نحكم على شي حاجه ما شافتهاش عينيا ما نقدرش نحكم انا بالنسبه لي كيبان لي الحسن واحد الشخص قليل الصحة معاق الله يحسن العوان طلب الناس يتعاونوا معاه تعاطفوا معاه الناس صافي شي حاجه ما شافتهاش عيني ما نقدرش نقولها انا ما نقدرش نحكم على شي حاجه ما شافتهاش عيني يعني شي حاجه تشوفها عيني شي واخا نسمع قنوات كنثيق فيهم وهضروا على الحسن انه نصب ما نقدرش نثيق لان ما شافتش عيني العلم لله راكم عارفين هادشي ديال اليوتيوب وهادشي ديال سميتو راه ما بقيناش كنثيقوا انتما كتشوفوا القنوات الكبار وكل مره كيخرجوا لنا حاجه يعني ما بقاتش الثقه انا بعدا ما كنثقش في المواضيع ديال اليوتيوب والله ما كنثق شي حاجه شفتها عيني شي حاجه ما شفتهاش عيني لا ولكن حنا كنظره على الموضوع ديال الحسن والهجوم اللي تهاجمت به حنان راه حشومه عليكم حنان يعني ما دارت حتى شي حاجه واش حنان كنتو شتو انا بغيت نعرف علاش كتقولوا حنان نصبات واش كانت حاطه الكونط ديالها باش تسموها نصبات ياك الحسن بفمو كان حاط الكونط ديالو لي كونط ديالو بجوج وكيوريكم كلشي وبالفيديو ملي كيتوصل بشي حاجه كيوريكم ها شنو وصلني نهار اللي ناضوا لي الناس كيقولوا له نصبتي في البدايه جبد الفلوس ووراكم لي غوسي وكان كيوريكم كلشي باسم الحسن المؤمني ماشي فيهم حنان بانوراما علاش زعما كتقولوا حنان نصبات علينا باش نصبات عليكم
وشحال محتاجه، واش حنان كانت قناتها صغيره وفي الموضوع ديال الحسن كبرات قناتها هذا نصبات عليكم. حنان تبارك الله راه قناتها كبيره، ما محتاجاش للموضوع ديال الحسن عاد باش غادي تطلع قناتها ولا غتنصب عليكم ولا، وما محتاجاش فلوس لان باش غادي تفلى عليكم. يعني علاش ما فهمتش انا، بغيت نفهم علاش كتقولوا حنان وانتو درتوا عليها بهذا الهجوم. ولكن الحمد لله حتى هي عجبتني، وهذا الشيء عجبت ندير فيديو انايا لان عجبني ردة الفعل ديالها. ما ناضتش كدير بحال دوك القنوات اللي ناضوا كيهضروا على الحسن، حشومه حشومه. تفكروا ملي كنتو كتدافعوا عليه، راه الناس اللي كيكونوا ماشي ديال اليوتيوب، الناس اللي غير كيتفرجوا راه كياخذوا واحد النظره كيقولوا كيفاش هذا كيهضر على اولا هذيك كتهضر على دافعات على الحسن ودابا جات ضده. باقي الموضوع ديالو ما دورش شهر صافي الحسن نصاب الحسن. وملي كنتي ملي كان فيديوهات ديالك بوجهك كتهضر عليه ولا كتهضري عليه، انا كندوي اون جينيرال على الناس كاع اللي يهضروا على الحسن ونضوا دابا تقلبوا عليه. كيفاش غتكون المصداقيه ديال القناه ديالكم وانتم كتعطيو وجه نهار الاول ودابا عاوتاني خرجتوا بوجه واحد اخر؟ وهذا الشيء علاش انا عجبني رده الفعل ديال حنان. وخليك حنان انا غنقول لك من هذا الفيديو ديالي ما تجاوبيهمش وما تخرجي حتى شي فيديو. انا راه كنقولها حنان عجبتني برده الفعل ديالها، ما خرجتش ترد عليكم لان هي ما عندهاش قناه ديال المعاطيه، هي غير يعني قناه ديال النقد او قناه ديال المواضيع كتناقش فيها مواضيع ملي كتكون شي حاجه كتعطينا اخبار شي حاجه هكا صافي، ماشي قناه ديال المعاطيه. ولا ما فهمتش كاين انا بان ليا حتى كاينين حتى شي وحدين اللي بغاو يستغلوا هذا الموضوع ديال الحسن، واخا يطلع هو فيها نصاب بغاو يستغلوا الموضوع ديال الحسن ويهاجموا حنان وترد عليهم وبغاو يطلعوا قنواتهم. ولا بان لينا بحال هكا لان اليوتيوب كله مصلحه، باش نكونوا واقعيين اليوتيوب كله مصلحه. دونك انا بان ليا هذا الشيء هذا غير مصلحه، هذا الشيء علاش نوضوا كيهاجموا. ما فهمتش والله ما فهمت. قلت لكم خليتو الناس ما يبقاوش يتعاطفوا، والناس كما كيقولوا القلب ديالهم غيجفل، ما غيبقاوش يبغيو يدخلوا في المواضيع الانسانيه، ما غيبقاوش يبغيو يدخلوا في شي حوايج. غيجي واحد الوقت يمكن حتى الناس اللي اختصاصهم هادشي غيجفلوهم. حنا المغاربه هكا ما كنكملوهاش، كنختموها بخزيت كما كيقولوا، كنجيو حتى للاخر كنختموها بخزيت. والله اخوتي كنجيو حتى للاخر وكنختموها بخزيت، ما كنخليوش الامور غاديه زوينه ونتعاونوا ونتعاطفوا مع بعضياتنا ونطبقوا داكشي اللي كيقول الدين ديالنا وتعاونوا. صراحه مو اخوتي، والصغير يشد في الكبير والكبير يمد يدو للصغير، وهي غاده. لا حنا شفنا الحسن صافي دغيا تقلبنا عليه وديناه نصاب، واش شفتها عينكم؟ الحسن راه قال لكم الناس اللي تعاونوا معاه، انا ما كندافعش عليه، ماشي كندافع عليه اخوتي غير باش نكونوا متفقين، انا ماشي كندافع على الحسن غير بقى في الحال. علاش زعما غادي نوضوا نهاجموا هذا السيد هذا وحنا مدينا له يد المساعده وتعاوننا معاه وهضرنا عليه ودرنا بزاف د الحوايج وهضروا عليه قنوات؟ حنان الفضل غير كيبقى ديالها اكثر في الموضوع ديال الحسن، لان بلا صوت حنان ما كانش الموضوع ديالو غيوصل ليوسف الزروالي ويتعاونوا معاه وبزاف ديال الحوايج. علاش غادي نوضوا نهاجموها بهذه الطريقه؟ يعني شو درت لكم حشومه والله العظيم الحشومه. ولكن هي دابا اتخذت الاجراءات القانونيه، هذا هو النيس، هذا هو حسابها كما كيقولوا صافي. ولا هادشي هكا يعني بنادم مابقاش كيقدر يدير الخير، هذه هي ديال الخير رجعت عليه بومزوي هي هذه. وكما قلت لكم خليتو الناس ما بقاوش يتعاطفوا في الحالات الانسانيه، والله العظيم اخوتي ما بقيتوش كتخليو الناس يدخلوا في الخير وصافي، ولاو عجبكم غير مواضيع المعاطيه وهذا. ولا عاوتاني كيف ما قلت لكم طال لكم الموضوع ديال البطه في دماغكم وبغيتو تروجوا ثاني شي شويه الموضوع. حيت دابا حنا كما قلت لكم ماشي ديال اليوتيوب ولا مصلحه، راه من مصلحتنا اننا يكون الحسن عاوتاني نصاب ونوضوا نطلعوا بالفيديوهات ونوضوا نهضروا صافي. راه قال لك كيقول لك الستره راه مزيانه، انا لقيت على الحسن بالدليل انه نصاب نسترو مسكين بلا ما نشوهو. نتفكر ملي كنت انا كنهضر عليه بالخير، ماشي نوض ندير فيديو 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 ولايف 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 او بزاف، واخا يكون دابا ما عرفتش شنو دار. هي فعلا ما بغيناش انه يكون دار داكشي وضحك على داك الامه ديال البشر، متفقه معاكم، ولكن ماشي بالفضيحه والشوهه والفيديوهات صافي منك ليه. لا الشوهه لان الا ما فضحتيش انت ولا انت ولا نتوما ولا هاد الناس اللي كيهضروا عليه ما غيعرف حتى شي واحد. حنا كنا عرفنا الحسن مسكين، احتاج
احتاج المحسنين، احتاج الناس وقفوا معاه. عجبنا لو جيست انه وقفوا مع القنوات الكبار وصافي. اش غادي نوض نبقى ندير لي فيديوهات واللايفات والعناوين اجي تشوفوه بالدليل انا غادي انا جاي انا صافي. كتزيدوا تخليو حالا اللي تهاجمات اكثر منكم ما خرجتش حتى شي فيديو. علاش تجأت القانون صافي؟ هي دات غير واحد الخير رجع عليها بوم زوي كما كيقولوا. تهاجمات ماشي مره ماشي جوج ماشي 10 ماشي 20، تجأت القانون وخلات الامور قانونيه غدا قانونيه. وهذا هو الانسان اللي كنعرفو انا جدي وتايق في راسو كيكون عارف راسو ما داير حتى شي حاجه. حنان انا كنقولها ونكررها ماشي كنتحط النيميرو دو كونط ديالها باش تقولوا عليها نصابه. حنان دارت غير الخير وبيكم ما خليتوش ان مازال مره اخرى يعاودوا يوقفوا في الخير. والله يهديكم وكبروا عقلكم وخليوا لكم داك السيد واللي بغى فلوسو يعيط ليه يرد له فلوسو بلا ما يبقى يدير عليه فيديوهات يقول نصاب. حيت حشومه حشومه نشوهو بعضياتنا. هو لا كذب كذب على راسو ولا نصب نصب على راسو منو المولاه وربي اللي غيحاسبو. لان لا فعلا حسن نصب وداكشي اللي شفنا عليه في الفيديوهات كان زعما فعلا بصح عليه راه ربي اللي غيحاسبو ربي اللي غيجازي. لان الناس لان ضحك علينا ضحك علينا وضحك على امم ديال البشر اللي تعاونوا معاه. يعني ما نبغيوش انه يكون هكا وبصح هكا. ولكن باش تنوضوا تهاجموا عباد الله اللي بعادين داروا غير الخير غير بارطاجيو لي فيديو ديالو غير هضروا عليه في لي فيديو ديالهم ماشي نضو تتفقوا معاه. والحنان كما نقولها ونكررها والقنوات كلهم ماشي غير حنان اللي هضروا على الحسن راه ما محتاجينش ما شاء الله قنوات كبار. وبالعكس الحسن اللي يحتاجهم ان لان قنواتهم كبار ولا داروا عليه واحد الفيديو غتكون واحد نسبه المشاهده اكثر وغايشوفوه الناس اكثر وغايتعرفوا عليه الناس اكثر. دونك ما تبقاوش تهاجموا الناس وكبروا العقل ديالكم وخليونا من هاد التفاهات. والسلام عليكم ونتلاقاو في شي فيديو واحد اخر.